مساء الخير. هنبدأ النهاردة في باب جديد اسمه الخطي البسيط. عايزين نعرف كده ايه الفرق بين الانحدار والارتباط. احنا قلنا الارتباط قبل كده ده بيقيس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين س و س. اما الانحدار بستخدمه في التنبؤ او في تقدير العلاقة بين برضو متغير تابع ومتغير مستقبل. تقدير هو كلمة تنبؤ. يبقى الارتباط يقول ان في ارتباط ولا لا، قوي ولا ضعيف ولا متوسط، طردي ولا عكسي. اما الانحدار بستخدمه بقى في التنبؤ او لتقدير العلاقة. أول حاجة هنشوف نموذج الانحدار البسيط. نموذج الانحدار البسيط هو مكتوب عندك، يقوم بتقدير العلاقة التي تربط بين متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل. دايما المتغير التابع برمز له بالرمز ص، والمتغير المستقل برمز. هنتكلم أول حاجة على الانحدار الخطي البسيط. لا، أو قبل ما نشوف شكل المعادلة نقول إن أنا عندي نموذجين من نماذج الانحدار، ودي ممكن تجي لك نظر. في حاجة اسمها النموذج المحدد نمرة واحد، معناها إيه؟ هو النموذج الذي يعطي علاقة تامة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. وشكله كالآتي: ص بتساوي أ زائد ب س. وأعتقد كل الناس عارفة شكل العلاقة. ص بتساوي أ زائد ب س أهي اللي هي علاقة الخط المستقيم اللي إحنا حافظينها قبل كده. في نموذج تاني اسمه النموذج الاحتمالي. نفس النموذج اللي فات بضيف عليه كلمة ق، وقد دي تمثل البواقي او الانحراف عن خط العلاقة، وممكن تأخذ قيم موجبة او تأخذ قيم سالبة. يبقى لما اجي اقول لك ما الفرق بين النموذج المحدد والنموذج الاحتمالي، النموذج المحدد ص بتساوي ا زائد ب س، تعطي علاقة تامة بين متغير تابع ومتغير مستقل. أما النموذج الاحتمالي نفس النموذج ص بتساوي أ زائد ب س زائد ق، حيث ق هي البوائي أو الانحراف عن خط العلاقة. بس أنا عايزك تعرف شكل النموذج بتاع الانحدار. ص هات بتساوي أ زائد ب س، هات اللي هي البرنيطة اللي فوق الصاد دي بنسميها صاد هاء او صاد المقدره او صاد شافوه. طب ايه الفرق بين صاد العاديه وصاد اللي فوقيها برنيطه زي دي؟ صاد العاديه دي عباره عن الظاهره نفسها، اما صاد اللي فوقيها برنيطه دي بنسميها الظاهره المقدره. يعني لو صاد المبيعات يبقى دي المبيعات الفعلية، صاد المقدرة تبقى المبيعات المقدرة. لو بنتكلم على أرباح تبقى صاد اللي من غير برنيطة الأرباح الفعلية، يعني فعلا اللي المصنع حققها. أما صاد اللي فوقيها برنيطة اسمها الأرباح المقدرة. يبقى الفرق بين الفعلية والمقدرة إن الفعلية صاد بس، أما المقدرة هي اللي فيها برنيطة. عشان نقدر هذا النموذج أجي أقول لك في التمرين قدر نموذج الانحدار صاد هاء بتساوي أ زائد ب س. في خطوات بنعملها. أول خطوة بجيب ب، هنشوف القانون بتاع ب. تاني خطوة أجيب أ. ثالث خطوة أكتب المعادلة اللي قدامك دي وأعوض عن أي خطوة.
مش مهم. بيقول لك اوجد خط انحدار المربعات الصغرى، مديك س ومديك ص. اول ما يقول لك اوجد خط الانحدار او اوجد معادلة الانحدار او قدر معادلة الانحدار، على طول معادلة الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س. اجيب الاول ب، بعد كده اجيب أ، وبعد كده اعوض عن أ و ب في المعادلة. وعشان اجيب ب واجيب أ لازم اعمل الجدول ده، والجدول ده اعتقد شفناه قبل كده واحنا بنجيب ايه الارتباط. ادي س وادي ص، جبت س ص، س تربيع ص تربيع، كلنا عارفين ازاي نعمل إيه. اول حاجه اهو اجيب ب، قانون ب قدامك، مجي س ص ناقص مجي س في مجي ص على مجي س تربيع ناقص مجي س في كل تربيع على مجي س. عوض. تاني خطوه اجيب أ، أ بتساوي مجي ص على م ناقص ب مجي س على م. تالت حاجه قيمة أ و ب اللي أنت طلعتهم هتعوض عليهم في المعادلة ص أ بتساوي أ زائد ب س. يبقى لما أقول لك اوجد معادلة خط الانحدار أو قدر معادلة الانحدار أو اوجد خط انحدار المربعات الصغرى، أي واحدة من دول أول خطوة أجيب ب بالقانون اللي قدامي، تاني خطوة أجيب أ، تالت خطوة أعوض عن أ و ب في المعادلة. المعادلة اللي طلعت دي ص ه بتساوي 6 35 ناقص 5 100 س، فايدتها إيه؟ فايدتها أنا لسه قايل لك الانحدار فايدته إن أنا أستخدمه في التنبؤ. يبقى المعادلة بتاعت ص دي أقدر أتنبأ بقيمة ص لو إداني قيمة س بكام؟ يجي يقول لك ايه؟ تنبأ بقيمة ص عندما تكون س ب 15، أروح كاتب المعادلة دي وشايل السين اللي في المعادلة دي وأكتب 15 تطلع لي قيمة ص. قدر قيمة ص عندما تكون س ب 8، هشيل السين دي وأحط مكانها 8 وأطلع قيمة ص. إيجاد قيمة ص عندما س تساوي 15، هتروح شايل السين وكاتب مكانها 15 طلع قيمة. بيقول لك اوجد خطأ التنبؤ عندما س ب 8. طب ما تيجي نعوض الأول في القانون عن س ب 8 في المعادلة قصدي. ص ه بتساوي 6 35 ناقص 5 100، أروح شايل س وكات 8 تطلع 5 95. دي ص إيه؟ هات. طب هنا مديك بيقول لك إذا علمت أن القيمة الفعلية لص هي 6، يبقى خطأ التنبؤ اللي هو قاف ص ناقص ص ص اللي هي ص الفعلية، أهو أنا قايل لك القيمة الفعلية لص، ودي أنا هديها لك في التمرين، أقول لك القيمة الفعلية لص 6 والقيمة المقدرة لص أنت جبتها 5 95، اطرح أدي قيمة ق.